بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صاحب الكرم والجود الواحد الأحد المعبود، وصل اللهم وسلم على زين الوجود من أدام لك الركوع والسجود، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه خير من وفى بالعهود، علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا بر يا ودود. أما بعد، أخوات المشاهدات الكريمات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ذلكم الزواج الذي أسس على التقوى وعلى الصفاء وعلى المحبة، الذي جمع بين خير الرجال وخير النساء، يا علي لقد أنكحتك أحب أهلي إلي، إنها السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لازلنا نتحدث عن سيرتها العطرة وأخلاقها الشريفة النضرة. السيدة فاطمة ابنة النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، في بيت النبي محمد كانت تخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما انقطعت عن الخدمة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أنها قالت: طحنت بالرحى حتى مجلت يداي، أي حتى ظهرت فيها البثور وظهر فيها الأثر. كانت تقم البيت وتطحن على الرحى وتطبخ بنفسها حتى دكن منها الثوب، لم يكن لها خادم، كانت تخدم الزوج المثالي سيدنا علي كرم الله وجهه، كانت تخدم سيدنا علي وتربي الأبناء وتخدم من يأتيه من ضيوف وتصنع لهم الطعام المناسب مما يسره المولى تعالى لهم. إلا أنهم في يوم من الأيام، كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل بإسناد صحيح، تذاكر مع بعضهما، فأخذت السيدة فاطمة تشكو لسيدنا علي من كثرة العمل، لا شكوى المتبرمة، وإنما المرأة التي تريد المعين والمساعد. فقال لها: اذهبي إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه قد أتاه بعض الأسرى من الحرب، فلعله يعطيك خادم منهم يقوم على الخدمة والمساعدة في البيت. فذهبت، إلا أنها لما سألها النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام عن سبب مجيئها، قالت: استحييت أن أقول له أريد خادم، فقلت: جئت أطمئن عليك يا رسول الله وأنظر إليك يا رسول الله. فذهبت إلى البيت، فسألها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هل أعطاك النبي محمد خادم؟ قالت: استحييت أن أقول له ذلك. وتكرر الأمر منها ولم تستطع أن تفاتح النبي في هذا الأمر، وكأنها لا تستحق أن تخدم، وهي أشرف من يخدم وأشرف من يستحق الخدمة. كثير من نساء العصر تريد خادمة، وكثير منهن عندها خادمة، ماذا تفعل؟ هل تقوم الليل حتى أنها تخدم؟ هل تكثر من قراءة القرآن حتى أنها تخدم؟ تريد خادمة لتتفرغ أكثر لمشاهدة التلفاز، للرحلات إلى هنا وهناك، مما لا يتفق مع هدي الإسلام وأدب الإسلام. أما هذه تريد أن تتفرغ من جزء من الخدمة التي تقوم بها لتقوم الليل أكثر، لتصوم أكثر، لتعبد المولى تعالى أكثر.
في مرة من المرات ذهبت مع سيدنا علي وطرحوا الموضوع على النبي محمد، فقال لهم: لن أعطيكم خادم، ولكن أعطيكم ما هو أعظم من ذلك، تسبيح قبل المنام 33 مرة، تحميد 33 مرة، تكبير 34 مرة. قال: هذا أفضل لكم من كذا وكذا خادم وخادمة، كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعطيكم خدام وأهل الصفة يحتاجون لأثمان هؤلاء الخدام؟ يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن هذا التسبيح والتحميد والتكبير خير لكم من الخدام الذين يخدمون. فإن التي تحافظ من كنا معاشر المشاهدات على هذا التسبيح والتحميد والتكبير، تسبيح 33 مرة، تحميد 33 مرة، تكبير 34 مرة قبل المنام، ينشط البدن ويعين البدن ويقوي البدن ويجعل المرأة نشيطة في خدمة الزوج وفي خدمة البيت وحسن القيام بما تحتاج إليه من خدمة في البيت. وهذا مجرب وقد جربته الزهراء. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفاده هذا الذكر وأكسبه همة، لأنه أخذه بقوة. قال: فما تركته حتى ليلة صفين، الليلة التي تعارك فيها مع من عاندوه وطغوا وبغوا عليه، لم يترك هذا الذكر. تحميد وتسبيح وتكبير، تحميد وتسبيح وتكبير، إذا نحن حافظنا عليه كسبنا همة وقوة وحسن إرادة وقوة عزيمة في القيام بأعمال البيت. سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت شديدة الحياء، حتى أنه جاء في مجمع الزوائد للإمام الهيثمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس مع الصحابة وقال لهم سؤالا: أي شيء خير للنساء؟ فلم يجيبوا، فسأل سيدنا علي لما عاد السيدة فاطمة هذا السؤال، فقالت السيدة فاطمة: خير للنساء ألا يراهن الرجال، ألا يراهن الرجال، أي من غير حاجة. المرأة التي تظهر نفسها للرجال من غير حاجة هي امرأة مفتونة، وامرأة خرجت عن الهدي النبوي وعن ضوابط التشريع. قالت: خير للمرأة ألا يراها الرجال. فذكر سيدنا علي ذلكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها أي فاطمة بضعة مني. الحديث رواه الإمام البزار، ورواه الإمام المتقي الهندي في كنز العمال، الهيثمي في المجمع، والإمام السيوطي في كتابه مسند السيدة فاطمة، والدارقطني في الأفراد. خير للمرأة ألا يراها الرجال إلا للحاجة، إلا للضرورة. لما داهمها الموت لم ترضى أن تموت إلا وهي مغطاة بسرير ليس مكشوفا للرجال وليس عاري للرجال. تقول أسماء بنت عميس: أخبرتها بهيئة النعش الذي يدفن، الذي يحمل عليه الأموات في الحبشة، من أنه ليس كالسرير في المدينة تكون فيه المرأة ظاهرة. فقالت: اجعلوا لي مثل ذلك، بأن يؤتى بعراجين النخل فتجعل على الميتة فلا يراها الرجال. فأول من حملت على نعش السيدة فاطمة، وكانت متحسرة على فراق الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبرها النبي لما رأى عليها آثار الحزن أنها أول من يلحق به من أهله، فتبسمت وفرحت، لأنها لا تستطيع العيش من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت بعد الرسول وقد توضأت وتهيأت، وجعل لها هذا النعش الذي ذكرناه
بعده بستة أشهر في اليوم الثالث من شهر رمضان في سنة 11 من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط نساءنا بحياء السيدة فاطمة وقيم السيدة فاطمة وشمائل السيدة فاطمة، ويتوفانا على كمال الإخلاص وكمال اليقين، ويجعلنا وإياكن من ورات جنة النعيم، أن يحشرنا في زمرة السيدة فاطمة ابنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. اللهم يا كريم يا منان، من علينا بشريف العناية والرعاية، واحفظ منا القيم والأخلاق، وبارك في أزواجنا وفي بناتنا، وارزقنا حسن الخواتيم عند نزول الحمام، وارحم المسلمين في المشارق والمغارب، وفرج كروبهم، وادفع عنهم الحروب والشغوب، وتوفنا على كمال حسن الخاتمة، وإلى لقاء قريب في حلقة مقبلة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.